9 سنوات مرت على تهجيرهم من منطقتهم العويسات، ولا تزال عائلة أبو سعد حبيسة في مخيم بزيبز في قضاء العامرية بمحافظة الأنبار. وبعد أن كانت العائلة ميسورة الحال وتعيش بكرامة في منطقتها بالأمس القريب، تعاني عائلة أبو سعد اليوم ظروفا معيشية قاسية أقلها الفقر المدقع، حيث انعكست هذه الظروف بشكل واضح على صحتهم البدنية والنفسية، حتى اقتصرت مطالبهم على الخروج من المخيم. أريد أن لو سقف نقعد جواه، أما رجعونا المناطقنا وضعنا يتعب. يعني الله أحسن شو تقدر عمري، يعني هسه تقول عمره 80 سنة، أنا موالي 72، يعني الوقت أهلكني، الوقت أتعبني. تتحدث أم سعد بحرقة وهي تعد طعام الفطور، واصفة حال أطفالها. مادة ماكو، ملابس الجهال ما أقدر أجيب. هسه الملابس البنات الباحة قالت يما تجيب ملابس، قلت العيد، قلت لا والله يما ما أقدر أجيب هيك الملابس لي. دحجن على رب العالمين بكر يدز لنا أهل الرحمة أهل خير يجيبوك حتى ألبسك. أما بالنسبة للطفلتين فرح وسماح فهذا هو لسان حالهما. أنا ناشدت أكثر من 4 مناشدات من الحكومة، يسلم الحكومة كل شيء ما أريد منها. هذا رمضان عليكم، الله ما تخافوني، تسحى شربة ونفط شربة حتى الله ما يرضاه. نريد أريد كل شيء ما يسلم الحكومة، أريد بيتي لمني أنا وأهلي، ما طالب منهم شيء صعب، ما ينقص منهم شيء. لو جو زاروني شافوا وضعنا حتى ما يندلون هسه هم. والله يعني قمنا انتباج على هدوم مال العيد. نريد ان بيت نعيش به لو قوفه. احنا ملختنا الخيمه، يجي الصيف يقول يا ابا عيشتي، يجي الشتاء يقول يا ابا الصيف، تملخنا الصيف يجي حرقنا حرق، والله ما شفنا حياتنا. حال عائله ابو سعد يحاكي حال الاف العائلات المهجره التي ضاقت ذرعا بالعيش في سجن امن نسبيا اسمه مخيمات النزوح.